انه يعني كان هناك خبر هز كل الاوساط السياسيه العربيه والعالميه من ساعات، وهو استشهاد القيادي في حركه حماس صالح العروري في عمليه اغتيال صهيونيه في الضاحيه الجنوبيه في بيروت، ويمكن هذه المنطقه منطقه المشرفيه هي معقل حزب الله، وده كان نتيجه لاستهداف بمسيره اسرائيليه استهدفت مكتب تابع لحركة حماس في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت عن استشهاد القيادي في حركة حماس صالح العروري وآخرين، وهناك عدد من الإصابات. والحقيقة أنه دي يعني مسيرة إسرائيلية كانت بتستهدف المكتب التابع لحركة حماس في هذه الضاحية الجنوبية، ويعني هناك حديث عن استشهاد 4 أشخاص من بينهم صالح العروري، وعدد من الإصابات ربما يمكن 13 أو 14. يمكن سياسة الاغتيالات دي سياسة صهيونية معتادة، لكن الآن واعتماد إسرائيل على هذه السياسة، هل ده محاولة للخروج من الحرب في غزة وتحقيق انتصارات بسياسة الاغتيالات؟ يعني ربما يجيبنا على هذا الأستاذ أمير مخول الباحث في الشأن الإسرائيلي. مساء الخير على حضرتك. وانتصارات الاغتيالات واعتياد إسرائيل على هذا الأمر واغتيال صالح العروري اليوم في بيروت، كيف ترى هذا الأمر وكيف يمكن أن يكون الرد من قبل الفصائل الفلسطينية وحماس على مثل هكذا تطور في الحرب؟ يعني كان لافت الآن أنه تصريح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن الحرب هي مع حماس، وإسرائيل لا تقوم بأي عملية فقط مع حماس، وهذا في مسعى أو في رسالة إلى لبنان، إلى الحكومة اللبنانية، إلى حزب الله، إلى كل الجهات الأخرى. لكن من الواضح ايضا كان التكتم الرسمي الاسرائيلي، انه نتنياهو منع اي من الوزراء يتحدث بالموضوع، مع انه احدهم تصور بانه هذه مسؤوليه اسرائيل قامت بذلك. لكن الواضح انه هذا قد يكون الانجاز الاول بالمفهوم الاسرائيلي طبعا، الذي تستطيع فيه حكومه نتنياهو ان تاتي الى المجتمع الاسرائيلي وتقول انجزنا ما انجزناه في بدايه سياسه التصفيات التي اعلن عنها نتنياهو قبل حوالي شهر، انه اعطى اوامرها للموساد في هذا الصدد في المناطق القريبه والبعيده على السلاح. وايضا تتم خطابه قبل 3 أيام بان اسرائيل تحولت الى حاله هجوم وليست في حاله دفاعيه في الحدود اللبنانيه. لكن اعتقد هذا سيعقد الوضع الاسرائيلي. طبعا هناك في سياسه اغتيالات، يعني كيفية انتقاء الشخص المناسب للاغتيال هي ليست قضية عشوائية، وهناك دراسات وأبحاث فيها في كيفية اختيار الشخص الذي ما يسمى مضاعف للقوة في وجوده وخسارة نوعية في فقدانه للطرف الآخر. وهذا ما يتم، يعني إذا كانت تعني معنية في منع اللحمة الفلسطينية الداخلية، تغتال من قد يكون عنوانا للوحدة الوطنية الفلسطينية مثل عروري في هذه الحالة. وطبعا الأسلوب نفسه هو مكرر، يعني نفس الشيء استخدمته أبو علي مصطفى، نفس الشيء مع قيادات منظمة التحرير وقيادات فتح في لبنان السابق، ومع غسان كنفان ومع آخرين. يعني عمليا هذه الطريقة يعني معمول بها دائما. إسرائيل تستغل تفوقها الاستخباراتي والجوي بالاساس والاقمار الصناعيه وغير ذلك، ولذلك تحاول ان تبدو كانها تستعيد حاله الردع في هذه العمليه. لا اعتقد ذلك، لان الامور يعني رد الفعل او المزاج الاسرائيلي قلق جدا في هذا اليوم، وبالعكس يعني في مسعى لا 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 يعني اخذ الحيطه واليقظه ودعوه السكان الى هذا الامر. وهذا بطبيعة الحال يتوقعون ردا، أعتقد قد يكون ردا، لا ندري كيف سيكون الرد، لا أحد يعرف ذلك، وهذا يعني غير متوقع كيف، لكن إسرائيل تتوقع أن يكون رد ورد صاد، وهذا ما أكدته عمليا تصريحات الناطق باسم الجيش وأيضا ما تتناقله وسائل الإعلام. محاولة إدخال لبنان للصراع،
اليوم بهذا التأجيج ربما على الحدود، وهذا يعني ربما التطور الخطير بهذا يعني العودة لقصة الاغتيالات والنهج الإسرائيلي المعروف. بدون شك، يعني اولا يعني كان لافت نظر رد الفعل الامريكي انه الغوا زياره بلينكن للمنطقه القريبه، وهذا دليل انه يعني عمليا هذه خطوه غير متماشيه مع السياسه الامريكيه، وتشكل مفاجاه للاداره الامريكيه وايضا لمصالحها، لان الاداره الامريكيه كانت في مساعي انه منذ اللحظه الاولى لمنع اتساع نطاق الحرب. لكن هناك في يعني منحة في سيدي برأيك أن أمريكا والبيت الأبيض يعترض على هذه السياسات، سياسة الاغتيالات ستعترض عليها أمريكا، أم أنها عبارة عن يعني اختلاف في التكنيك للحرب؟ لا تعترض. أمريكا لديها جزء من الحرب على حماس وأعلنت ذلك، وأن الهدف القضاء على حماس هدف مبرر، ولذلك هي تمنع وقف إطلاق النار لحد الآن، وهي كانت أعطت غطاء حربيا متكاملا لهذه الحرب وشاركت في القرار بشأنه. الموضوع ليس الاغتيال بحد ذاته، وإنما موقع الاغتيال، وهذا يعني زج الجبهة اللبنانية في الحرب، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة أكثر، لأن هذا يؤثر على أولوياتها، على خروجها، وفي الأمس أو اليوم بدأ الحديث عن انسحاب حاملة الطائرات جيرال فورد من البحر المتوسط، وهي عمليا الغطاء الحربي الاساسي الذي كان في المنطقه. واسرائيل تخوفت من هذا الانسحاب، لذلك واعلن ذلك ان هذا قد يفسر عربيا ولبنانيا، حزب الله انه يعني هي فرصه للاستغلال حتى لمهاجمه اسرائيل، لكن اسرائيل تنحو باتجاه تصعيد المعركه مع على الحدود اللبنانيه، وبالذات وزير الحرب جالنت يعني هو صاحب هذا الاتجاه الاكثر تشددا، والذي يدفعه ايضا الجيش ويدفعه ايضا الراي العام، لانه الراي العام يرى ان قضيه النزوح في البلدات الشماليه الاسرائيليه الشماليه مطالبه في بلدات اخرى في النزوح، اضافه الى من نزح لحد الان لمسافه 4 كيلومتر، واضافه الى النزوح في الجنوب، هي كل قضايا باتت غير ممكن العوده الى الحياه العاديه في اسرائيل، واسقاطات ذلك اجتماعيا واقتصاديا، وحتى في مفهوم العقيده الصهيونيه ان اسرائيل اكثر مكان امن لليهود، وان هي تحمي سكانها، وحيث يوجد سكانها او مستوطناتها يكون هناك الحدود الامنيه. صحيح. وهناك تاكل وتفكك كبير جدا في هذه المناحي، واسرائيل تحاول ان تعطي ضربه كي تستعيد ذلك، لكن لا اعتقد ان هذا سيؤثر على مسار، تحاول ان تتحدث للعالم وللشرق الاوسط بأنها دولة قوية. صحيح. أستاذ أمير، عايز أسأل حضرتك، هل أنت شايف أنه إقدام نتنياهو اليوم على هذه الطريقة من عودة سياسة الاغتيالات مرة أخرى يطيل أمد الحرب، أم أنه سيحدث تغيير، أو ربما حزب الله يتدخل على صراع إيران؟ اعتقد انه اكثر ما يشغل بال نتنياهو هو اطاله امد حكومته وليس امد الحرب بحد ذاتها، وهو يسعى من وراء اطاله امد الحرب الى اطاله امد حكمه، وهو في صراع البقاء السياسي بالنسبه للمجتمع الاسرائيلي خاصه بعد اختراق 7 أكتوبر. ونتنياهو يريد ان تبقى الحرب وتيره محدده، هو في بدايه الحرب تحفظ من فتح الجبهة الشمالية، وبعكس موقف الأمن، ولذلك استعان بإرسال جهات وتنظيم الحكومات وتصميم المؤثر للحكومة في الدولة الموقف الأمريكي، وأيضا بسبب تجربة المال العسكرية، لكن بالأساس أراد تسييد الموقف داخل الكابينيت الذي يريد توسيع الحرب. ونتنياهو بطبيعته متردد جدا، وغير المقدام، ليس من رجل المقدام بهذا المفهوم الذي يسعى الى توسيع الحروب. هذا اثبتته التجربه الايرانيه والتجربه اللبنانيه والتجارب المختلفه، حتى علاقته مع حماس او مع غزه، عمليه تحول مع غزه العقدين الاخيرين. لكن نتنياهو الان مشغول في اطاله امد حكومته، ويسعى الى ان تكون الشيء الوحيد المجمع عليه هو عمليه القضاء على حماس حسب التصريحات الإسرائيلية. حتى هذا المصطلح بدأ يترجع إلى هدف
اكثر محدوديه هو القضاء على قدرات حماس. واعتقد انه يعني يرون انه هذا الاغتيال معنويا لكن لا يخسر على المطاف، هذا اختار